مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة، هنعمل وصفات يعني يتمنى تنول إعجاب حضراتكم، هي بناء على طلب حضراتكم منهم. وصفة جميلة جدا كلنا بنحبها، هنعملها كده بتكنيك مختلف، وكمان هنعمل وصفة بناء على طلب مدام منال النهاردة. أتمنى يا رب تنول إعجاب حضرتك. اسمحوا لنا بقى دلوقتي تنطلق صفارة الحكم ونبدأ مع بعض الشوط الأول ونقول مقادير أول وصفة معانا النهاردة. معانا السمك البلطي المقلي. طيب عندنا سمك بلطي طبعا طازة، وعندنا توم مفروم، خل، عصير ليمون، بهارات سمك، عندي كمان نص معلقة من الكاري دي يعني هدعم بيها الدقيق مع بهارات السمك، عندي كمون وعندي كزبرة جافة، ملح، معلقتين من النشا، دقيق طبعا، فلفل قرون لو فيها هريسة مكان الفلفل مفيش مشكلة، ده حسب الرغبة لو حابين في حاجة حارة، لكن لو مش عايزين فلفل قرون نحط فلفل رومي. عندي طبعا زيت غزير للقلي. احنا هنتكلم الأول ان احنا لازم نجيب السمك. السمك لازم يكون فريش وطازة، وطبعا البولتي يعني جميل جدا، هنقي بولتي يكون كويس علشان كمان يبقى الحجم بتاعه ينفع يستوي في البيت. مهم قوي انه في ناس ما بتحبش تقلي في البيت فتجيبه من بره، بس احنا مع فكرة انه يبقى الزيت بتاعنا نظيف واحنا نقلي حاجتنا في البيت وتبقى جميلة. خلينا نقول اول حاجة لازم السمك كده يكون طازة وجميل، بص من جوه بيبقى نظيف ازاي، منظفينه من جوه هنا خالص، الفقرات دي السلسلة بتاعته نظيفة خالص ومشطوفة كويس جدا. مرة بقى نعمل نوع سمك تاني وافتحه مع حضراتكم من الأول وننظفه، بس استحملوني بقى احنا ما نحبش نعمل الحاجات دي على الهوا، بس في ناس كتير بتحب تشوفها. هو سهل وبسيط. احنا أول حاجة بنقص له عندنا المقص الزعانف بتاعته، الديل في ناس بتقصه شوية تهذبه، تهذبه شوية تقصقصه منه حتة يعني، لكن في ناس بتحب تسيبه. وبعدين بندخل نفتح من أول هنا لحد فوق، بننظف بقى بنشيل خالص تحت الراس، كل ده بيتشال كله بيطلع، وكل اللي جوه قلب بطن السمكه نشطف كويس جدا جدا تحت الميه الجاريه، بيبقى رائع. السمك ما يتنقعش في ميه وخل، يتنقع في ميه وممكن عصير ليمونه وشويه دقيق بالميه بتاعتهم، لو انتوا حابين يعني تغسلوه غسله حلوه كده ويبقى جميل ونطلع منه لو في اي ريحه ولا حاجه، بس طبعا السمك لو طازه ما بيبقالوش ريحه، واحنا في محلات اسماك كبيره بندخل فيها الاهم انكم ما تشموش ريحه السمك، ده مهم جدا بيعلم العلامه دي جدا. طيب هنبدا نقول بسم الله. انا هاخد الخلطه بتاعتي المتواضعه دي هضربها في الخلاط، لان انا بقول ايه، بدل ما اقعد اتبل شويه كمون على شويه ميه على شويه ليمون على شويه خل على شويه بهارات سمك واقلبهم مع بعض، وبعدين بدل ما احنا السمك بتاع المحلات بينزل ميه ودقيق وينزل تاني في الطاسه، فانا بطعم بس شويه الميه اللي بينزل فيهم السمك. الميه دي مهمه ليه بقى؟ مهمه لانه اي نسبه دقيق زياده بتنزل وما بتخليش الزيت طبعا يتغير، يعني انتوا عارفين بيحصل ترسيبات من الدقيق فورا، حتى لو بنقلي بصل وفي متعفر بالدقيق بتلاقوه ساب ترسيبات، لازم يتنفط كويس ونصفيه كويس عشان ما يسيبش ترسيب في الزيت. وطبعا هحط كام شريحه ليمون برده في الزيت تدي ريحه حلوه، وطبعا يفضل نقفل باب المطبخ ولو في شفاط يشتغل ونبقى قافلين على نفسنا عشان يتهوى، وبعدين اقول لكم تعملوا ايه بعد ما نقلي السمك بقى. تعالوا نقول بسم الله. هاخد كده شويه الدقيق، اسفه، الثوم، عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم. هحتاج شرايح ليمون بس حلوه كده نحطها مع قلي الزيت لما نيجي نقلي. ادي عصير الليمون وادي الثوم، وهناخد كمان معانا شويه من الخل، وهاخد قرن من الفلفل. خليني اخده كده ايه تقطيعه صغنونه هنا، هحطه كده، وعندي كمان بهارات السمك، كمون، كزبره، لو عايزين تحطوا هريسه حطوا، هسيب شويه لان هطعم الدقيق، انا الدقيق بالنسبه لي مهم ان انا اطعمه بشويه من التتبيله دي. هحتاج بهارات سمك تاني، هحتاج من بهارات السمك شويه كمان هنحطهم مع الدقيق، خليه دول كده على جنب. عندي هنا شويه شطه ممكن ناخد شويه صغيرين، وده اختياري او مكانها معلقه الهريسه لو حضراتكم تحبوا،
واسمحوا لي هدعم بنقطه صغنونه ميه عشان عايزه استفيد بايه؟ بشويه من الصوص ده. بسم الله. تمام، ناخد بقى الملح ورشه الفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. تابعوني انتوا بس في الوقت عشان ايه ابقى معاكم. هنحط شويه ملح حلوين، خلاص، رشه فلفل صغيره، هحتاج بهارات سمك تاني وشرايح ليمون كده. بصوا تعالوا بقى نضرب الخليط الحلو ده تاني. بسم الله. الريحة طبعا روعة. شوية خلطة ما شاء الله. تعالوا بقى هاخد كده بولة وهبدأ أتبل السمك. بسم الله. أو ممكن أخد الطبق ده، خليني أخد ده أتبل فيه السمكات الحلوين دول. بسم الله. هاخد كده شوية، هما سمكتين، وهسيب شوية، هسيب شوية. خلاص السمك أول حاجة هحتاج بس البلانشا لو سمحت أو الكاتنج بورد. هناخد كده الطبق وتعالوا نعمل شريحتين كده في السمك عشان نخلي التتبيلة تبقى داخلة جواه حلو كالعادة اللي احنا بنعملها من زمان وأهالينا بيعملوها زمان. تمام، اللي متعودين عليها يعني. خلاص طيب هعمل كده كده وهنا. بسم الله كده، وهعمل الناحية دي برضو كده وهنا كده، والناحية التانية ممكن اعمل اتنين او اعمل واحده بالطول، مش فارقه يعني، زي ما حضراتكم تحبوا، تدي شكل حلو كده. شايفين السمك لونه عامل ازاي؟ تمام، تسلم. ناخد التحية التانية وهشطفه برضو شطفة قبل ما احط له التتبيل. بصوا اهو، هاخد كده عشان السكينة بس ايه مش حامية قوي اهو. تعالوا بقى اسمحوا لي هشطفه شطفه هنا. ده وايه، ونبدا بقى نرجع عشان نتبله اهو. حطه بقى ونبدا ناخد التتبيله دي نحط هنا وناخد من جوه كمان. تتبيله مهمه جدا وعند الراس كمان اهو، ده لازم ياخد له على الاقل ساعه كده التتبيله الحلوه دي. خليها هنا عشان ايه؟ يبقى يطعم التتبيله بشكل كويس جدا. هنا كمان، وهناخد في الاماكن اللي فيها اللحم اللي احنا عملنا فيها الحجم. السمكه مهم، بصوا الحجم ده حلو قوي، اللي هو الحجم الوسط اللي هو له صغير وله كبير قوي، عشان كمان لما يتحمر يبقى في البيت. هو طبعا ما بينزلش في فراير عندنا، ولا كميه الزيت بتبقى كبيره زي ما بيبقى في المطاعم، فاحنا عايزين نستفيد ان احنا ما نستهلكش زيت كتير، يبقى الزيت كمان طازه يعني فريش نظيف، يستوي كويس. فاحنا بنعمل الحجم اللي يتناسب مع البيت. عايزين بقى احجام كبيره، في اوقات بنبقى محتاجين ان احنا ننقع في التتبيله كويس قوي، ان التتبيله كل ما بتتخلخل في اللحم بتخليه شويه يطرى فيساعد في انه يستوي. تعالوا بقى نبدا نعمل ايه. ادي السمك كده هسيبه، هاخد بقى التتبيله اللي بقت معايا شويه، اللي هو المفروض البوله اللي انا بجهزها انزل فيها السمكه وقت ما اجي قبل القلي.
فانا هحط فيها بس شويه التوابل دول، وده عشان ما اقعدش احط من كل حاجه تاني. يعني انا بحب اطعم الدقيق بشويه من النشا، شويه من الملح، شويه من الكزبره، شويه من الكاري، شويه من مثلا، والكاري ده اختياري، ممكن تحطه شويه من الكمون، البهارات الاساسيه يعني. خلاص هاخد بقى هنا شويه ميه عشان ما اسيبش البواقي اللي في الخلاط دي، شويه ميه حلوين كده. هقفل ده كده، اخد الباقي اللي فيه ده خساره وهنزله. بسم الله. خلاص ممكن نزود ميه تاني زي ما انا عايزه، دي حاجه ترجع لي على حسب كميه السمك. بس كمان هزود شويه ملح هنا لان انا خفيت بالميه، فلازم الملح يتزود شويه. خلاص اهو، واسمحوا لي هحط هنا كمان رشه من بهارات السمك كده نطعم الايه الميه دي. بسم الله، مهم قوي شويه الملح دول. هنقلب كده، شايفين ازاي الخلطه لما بتبقى ناعمه بتتخلخل قوي في السمك وبتدخل، بتبقى جميله، ما بيبقاش فيه بواقي جوه السمك. في ناس بتحب المحلات، بعض المحلات او المطاعم يعني بتحب انها تعمل الخلطه شويه في جواها بيتحشي جوه السمك. انا يعني ايه بقول، لو هي بسيطه شغال ماشي حالها، لكن لو هي هتبقى كتير هتبقى نيه مش هتستوي قوي. فخلينا ايه نخليها بيوري، بنضربها في الخلاط، احنا طول عمرنا نضربها في الخلاط بتبقى اسهل، او الكبه يعني. طيب هاخد كده رشه من على الدقيق كمون، بهارات سمك عشان تبقى من بره، في ناس تحب القشره يبقى ليها طعمه برده، رشه من الكزبره والنشا اهو، هما معلقتين بالظبط كبار من النشا. هقلب وخليني احط رشه ملح برده. اوكي هاخد كده، انا جهزت الدقيق، لازم الزيت يكون غزير، ولازم الزيت يكون ايه يعني بيسخن على نار متوسطه مش حاميه قوي، عشان لما ما هي دي البوله اللي فيها الميه اللي احنا اتفقنا عليها. وهنتكلم بقى عن النشا، النشا بيخليه كريسبي شويه ما بقاش دقيق، لان ساعات في ناس تعمله في الدقيق وتسيبه شويه، لو سبتوه شويه دي بيطرى زي ما بنعمل البانيه. البانيه لو احنا سبناه شويه وبتعملوه بدقيق بس مش ببقسماط بتلاقوه طري حتى لو بالبقسماط، فلازم نرجع نحطه مره ثانيه، مره ثانيه في الدقيق او في البقسماط، خصوصا لو بنفرزه في الفريزر وبيبدا ايه يطلع شبه مبلول سنه، فلازم ننزله تاني في بقسماط يبقى الطبقه ماسكه وجميله ومظبوطه. طيب انا كده خلطت كل الحاجات اللي حطيناها مع بعض في ايه للسمك. خليني بقى البس جلافز. بسم الله الرحمن الرحيم، ونوري حضراتكم هنعمل فيه ايه. هنا هجيب بقى طبق كده عشان احنا هنبدر فيه الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفه لطيفه، اعملوا فيها زي ما انتم عايزين. كل الفكره ان انا ما جبتش الميه دي، ممكن تبقى ميه بتلج حطوا فيها ميه ساقعه يعني. اهي ممكن تكتفوا بميه ساقعه تحطوا فيها شويه توابل، ملح وبهارات سمك وكمون وكزبره، بس انا طالما عندي انا دول سمكتين فاتبقى معايا في الايه في الخليط. هاخد كده بسم الله وهنزل هنا. بصوا بقى الدقيق اعمل كده، بدخل هنا حتى في الشق ده او في الخط اللي انا فتحته بتاع السمكه ده. خلاص وهاخد الناحيه الثانيه، شايفين ازاي، وبعدين هنا. وده اللي بنلاقيه في محلات السمك، ان انا دايما اشتري السمكه لو هو اللي قليه تلاقوا من هنا كده مقرمش، الحته دي ما فيهاش حاجه، شايفين ازاي اهو. بس هننفض بقى كويس قوي، لا ما ينشفش الحته دي اصلا، الجزء ده الجزء ده ما بيتاكلش، فما فيش مشكله ان انا احافظ على شكل السمكه طالما كده كده هو جزء. بص ده مش بيتاكل، انا باكل اللي جوه. انا عايزه اعرف مين اللي بيقول لي كده، ده مونتي كده ولا ده ابراهيم؟ بصوا رشه كده بسيطه قوي.
خفيفه جدا. بصوا حاجه بسيطه بس المهم ايه انفط اهو. حلو الكلام. دول مش هسيبهم، هنزلهم هنا برضو. والله هنا ممكن كمان انقل دول هنا لان السمكه كبيره عريضه محتاجه مكان واسع. اديهم هنا وتعالوا بقى. حلو الكلام، نبدا نقل. شوف بقى رشه من الدقيق كده لسه انا عندي النار. ايوه نعلي النار كويس علشان وبعدين الدقيق بقى اللي بيتبقى معانا ده ما برميهوش انا، هنخله وهيتبقى لي دقيق تمام الطعم، هشيله في كيس هحطه في الفريزر وهكتب عليه او في الثلاجه وهكتب عليه ان ده دقيق خاص بالسمك او في دولاب المطبخ، بس ما بيقعدش فتره طويله عشان ما يعملش سوس لانه اتبل ونزل فيه نزلت فيه الفراخ او نزلت فيه اللحم، والدقيق يعامل معامله مختلفه عن البقسماط لانه بيشرب الرطوبه بسرعه قوي. هنخلي بالنا بس من الجزئيه دي عشان ايه ما نقعدوش فتره طويله نطلع نقول ايه ده شارب ميه ده مبلول. تمام. طيب عقبال بقى ما نسخن هنا ممكن نسخن العين الثانيه معاها. ايوه نسخن كويس ونعمل تجربه الايه الدقيق. خلاص